بدوره أثنى المجمع الفقهي العراقي على دور الشيخ الخنجر في رعاية المبادرات القيمة، وفيما دعا المجمع في الوقت ذاته ديوان الوقف السني إلى العمل على وحدة الصف والكلمة، خاطب الأئمة والخطباء بأن يكونوا قادة في مساجدهم ومجتمعاتهم. العلامة الشيخ أحمد حسن الطاها، الشيخ خميس الخنجر راعي المبادرات القيمة، المشايخ الكرام، كادر ديواننا الموقر في الوقف السني، نقول لهم أيها الأخوة الأفاضل: وحدوا كلمتكم وأجمعوا أمركم على ما فيه مصلحة الديوان وعلى ما فيه مصلحة الله سبحانه وتعالى، فهذه الأوقاف أمانة في أعناقكم، وهذه المساجد التي اعتدي على بعضها أمانة في رقابكم، وهذه التجاوزات التي حصلت على مر السنين كلنا نسأل عنها يوم القيامة. رسالتنا إلى إخواننا الأئمة والخطباء: إخواني، كونوا قادة في مساجدكم، كونوا قادة لمجتمعاتكم، لأنه يجب عليكم أن تكونوا في مجتمعاتكم وأن تنظروا لهم نظرة أبوية.